ناخذ loads on beams. سنكمل حل المثال، نريد نعرف شلون الحمل اللي راح يكون لنا على البيمز. نكمل حل المثال السابق، ناخذ اول شيء البيندنج مومنت في حالة اللونج بيم. اللونج بيم هذا هو، نرجع للمثال، هذا عندنا اللونج بيم، جا نحكي على هذا اللونج بيم شو راح يكون عندنا؟ عندنا باللونج بيم نجي للأوميجا إكويفيلنت. شو يساوي لنا الأوميجا إكويفيلنت؟ قلنا الأوميجا إكويفيلنت عندنا هذه هي الأوميجا اللي موجودة على البيم، هذا اللونج بيم، نشوف الأوميجا، شوف توزيع الحمل بهالشكل هذا. هسه بالنسبة لللود هنا شوف شلون جاي يصير، هذا هو على اللونج بيم. فشلون راح نسوي الإكويفيلنت؟ أخذنا المعادلة مالت الإكويفيلنت، فقلنا راح نحولها إلى لود إكويفيلنت، يعني مكان ما هذا فالتعامل مالته راح يكون صعب، راح نحولها إلى فد يو دي ال شكله مستطيل. فشنو هي المعادلة؟ هي أوميجا ألتيميت في إس على 3 ومضروب 3 ناقص إم سكوير هنا طبعا على 2. شو يساوي لنا هنا؟ يساوي لنا الاوميجا هي 25.36، هاي الاوميجا التيميت، في الاس مالتنا هي 6 على 3، وهنا 3 ناقصا عندنا الام اللي هي 0.833 تربيع على 2 راح يعطينا 58.47. فاذا هذا الحمل هو from one side، يعني من جهة واحدة فقط. لو نجي لي شوف هنا، شوف هذا البيم، البيم هو anterior بما انه ترنر. شوف السؤال، السؤال موجود مالتنا، شوف هنا عندنا هي anterior panel anterior، يعني هنا شنو هذا بيم، هذا بيم، هذا بيم، وهذا بيم، يعني أربع حواف مالته هي راح تكون هنا بيم. فمن نجي مثلا للونج دايركشن، هذا اللونج دايركشن، فاللي حسبناه بجانب واحد، فإذا الجانب الآخر هذا الجانب أيضا راح يضيف له نفس اللود، فايش راح نسوي؟ راح نضربه في 2. شوف فالدبليو اكفلنت راح يصير لنا 2 في 58.47 راح يعطينا 116.94 كيلو نيوتن لكل متر. ليش قلنا؟ لان هذا حسبناه احنا لجهه واحده، فاللي جاينا من الجهه الاخرى فهو نفسه، اذا راح نضرب لنا في 2. السيلف ويت اوف دروب بيم بارت، فمن حسبنا هنا حسبنا السلاب، بس احنا السلاب هنا شوفوا من اجانا هنا هذا السلاب، ولكن هنا شنو بعد عندنا؟ فعندنا هذا الجزء مات البيم، شوف هذا الجزء مات البيم. فمن حسبنا؟ حسبنا وين؟ لهذا الجزء السلاب، اوكي؟ من هنا هذا الجزء السلاب. زين، ايش قد نازل هو هنا؟ ايش قد هو البيم؟ جاي يقول البيم يعني به السؤال هو 900، شوف 900 سنتيم بالسؤال، يعني 0.9 من المتر، 900 سنتيم هذا هو البيم. اخذنا الثيكنس مالت السلاب ايش قد؟ هي 20 سنتيم، فاذا العفو 90 سنتيم، مو 900، 900 ملم، ف 90 سنتيم، فاذا 90 سنتيم ناقصا 20 سنتيم، هذا المتبقي منين؟ هذا المتبقي من البيم، يعني حسبنا الحد اللي هنا احنا، هذا المتبقي من البيم هو 70 سنتيم، شوف 90 يعني 0.9 ناقص 0.2 راح يعطينا 0.7 ملم. هذا نحسب له شنو؟ هذا جزء من الكونكريت وما محسوب له ك شو اسمه ديد لود، فهو سيلف ويت بالنسبه انه، فاذا راح نحسب انه 0.7 باعتبار انه هذا السيلف ويت راح ينضاف للود كديد لود الى البيم. فاذا هنا 0.9 ناقص 0.2 اللي هو هذا الجزء من البيم، في هنا واحد اللي راح نحسب له متر طول، في 0.3 هذا هو 0.3 ايش قد يعني البي مالت هاي البيم اللي هي 0.3 في ال 24 اللي هي الجاما، يعني هنا الجاما للكونكريت هي 24 كيلو متر لكل متر مكعب،
في ال 1.2 1.2 هو الفاكتور مال الديد لود، لان هالسيرف ويت فيعتبر انه ديد لود، فشي يساوي لنا 6.05 اللي هو كي نيوتن لكل متر، هذا كديد لود سيرف ويت المن للبيم. فاذا هذا راح ينضاف المن راح ينضاف للود، فاذا التوتال اوميجا التيميت بي ايش راح يساوي لنا 116، هاي اللي حسبناها 116.9 زائد ال 6.05 اللي هي جتنا منين، من الجزء من البيم اللي ما حسبناه، فراح يساوي لنا 122.99 كيلو نيوتن لكل متر، هاي التوتال اوميجا توتال الاوميجا التيميت بي. هسه نجي للشورت دايركشن، بالنسبة للشورت دايركشن الشورت دايركشن شو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا مثلث. شوف قلنا انه هنا أنا شلون الحمل مالته، هنا مثلث بالي، هاي مثلث، هذا مثلث، هاي اس، اوكي. فاذا بالشورت دايركشن شو راح نجي نحسب؟ بالشورت دايركشن هذا الشورت دايركشن هنا اس، هاي بالشورت دايركشن، فشنو عندنا؟ اوميجا اكوفيلنت هنا هاي اس، راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الاوميجا التيميت بي اس على 3، قلنا نحولها هذا كمكافئ بحيث يعطينا نفس الماكسيموم شير، فراح يكون عندنا الاس على 3. الاوميجا مالتنا 25.36، الاس هي 6 على 3 راح يساوي لنا 50.6 كيلو نيوتن لكل متر، هذا فروم وان سايد، شوف من جهه واحده. وبما انه عندنا هنا ايضا مستمره، شوف هنا مستمر هو كونتينوس، وهذا هنا ايضا هنا اكو سلاب، فمعناها انه راح يجينا جزء منه، يعني هذا حسبنا لجزء واحد من السلاب، جزء واحد من السلاب، فراح نجي نحسب الجزء الاخر هم من وياه راح نضربه في 2، طبعا نفس الحاله لهذا الشورت دايركشن. اذا الحسابات مالتنا جزء واحد، الجزء الاخر راح نضربه في 2. وهنا راح نضربه في 2 في 50.6 راح يساوي لنا 101.2 كيلو نيوتن لكل متر. السيرف ويت للدروب بيم هذا نفس الحالة، قلنا انه هذا هو السلاب وهذا عندنا البيم، وقلنا هنا هي 0.7 هاي ما حسبناها، فراح نحسب السيرف ويت لها، فايش راح تكون 6.05 هاي كيلو نيوتن لكل متر، هو نفس الحساب، يعني شلون حسبنا هنا نفس الحالة لكل متر، هو اذا نفس الحسابات، فراح يصير 6.05 كيلو نيوتن لكل متر. فان اوميجا التيميت اي يعني باتجاه القصير، ديجا باتجاه الطويل سميناها هنا بي، باتجاه القصير هنا سميناها اي، فراح يصير 101.2 زائد 6.05 يعطينا 107، فيكون عندنا 107.25 كيلو نيوتن لكل متر، هاي الاوميجا التيميت اي، يعني ايش قد الاوميجا، ايش قد هذا الحمل موزع على هنا على البيم بالاتجاه القصير. هسه نحسب البيم مومنت كالكوليشن. البيم مومنت كالكوليشن ايش راح نحسب؟ راح نحسب البيندنج مومنت، راح نستخدم الفاكتور فور انتيريور بانل فور بيمز، هاي الفاكتورات هي نفسها اللي اخذناها بحساب الكونتينوس بيم. شوف هسه بالنسبه هنا عندنا هذا مثلا ل اللونج دايركشن، وهذا بالنسبة للشورت دايركشن. فهسا نجي نحسب بالبداية، راح نحسب لي اللونج دايركشن، نجي نحسب اللونج دايركشن اوميجا التيميت بي، نشوف ايش قد طلعنا الاوميجا، الاوميجا 122.99 كيلو نيوتن بير متر لكل متر، هاي ايش قد الاوميجا على البيم اللي يكون في اللونج دايركشن. فاذا مقدار الاوميجا هي 122.99 كيلو نيوتن. فنشوف هنا الفاكتورات لحساب البيندنج مومنت للكونتينوس بيم، طبعا هنا هو الفاكتورات الشروط مالتها انه 3 فما
فأكثر. أيضا عندنا هنا شوف هذا السلاب أيضا هو 3 فأكثر، فإحنا هنا اللي جاي نحسب به هذا هو البانل، هذا البانل اللي جاي نحسب به. فإذا هذا هو اللونج دايركشن، بهذا اللونج دايركشن فهي بالمنتصف مو بالحافة، فإذا معناه هو هذا البانل اللي جاي نحسب به واحد هذا البانل، فناخذ الفاكتورات مالت هذا. فهنا تختلف يعني إذا كان بالحافة شوف هاي الفاكتورات راح يختلف عن هنا، وهذا راح يختلف أيضا. فإحنا وين جاي نحسب؟ جاي نحسب بالوسطي، هذا البانل الوسطي، فإذا هذا هو جزء البيم يعني هذا اللونج دايركشن، فجزء البيم الموجود هذا اللي هو شنو؟ مو الطرفي يعني مو الجزء الطرفي وإنما اللي بعده. فهنا نشوف هذا كوم وهذا الجزء الطرفي وهذا اللي بعده، فإذا إحنا هنا جاي نحسب ناخذ هذه الفاكتورات. فشنو الفاكتورات عندنا؟ المومنت النيجاتيف، شوف المومنت النيجاتيف ايش قد مقداره؟ الفاكتور نضرب بفاكتور 1 على 11 وهذا المومنت النيجاتيف. المومنت البوزيتيف ايش قد؟ 1 على 16، هذا الفاكتور اللي هو 1 على 16. فاذا ايش يساوي لنا هنا؟ 1 على 11 هذا بالنسبه للنيجاتيف مومنت طبعا راح يكون بالسالب. فاوميجا التيميت بي، فايش قد الاوميجا على هذا اللونج دايركشن؟ في الال تربيع راح يساوي لنا شنو عندنا؟ 1 على 11 في ايش قد الاوميجا؟ 122.99 في الطول مالته، الطول مالته هنا كبير سبان راح يصير 6.9 تربيع ويعطينا 532.32 كيلو نيوتن متر. بس بالنسبه للبوزيتيف ايش قد عندنا؟ 1 على 16 في الاوميجا التيميت بي، هاي الاوميجا التيميت بي اللي هي 122.99 في ال اللي هي 6.9 تربيع اللي هو كلير سبان، فايش راح يعطينا؟ 365.97 كيلو نيوتن متر. فاذا هذا مقدار المومنت، شوف هنا المومنت النيجاتيف ومقدار المومنت البوزيتيف حسبنا. احنا ايش قد مومنت واحنا ايش قد مومنت واحنا ايش قد مومنت، هذا واضح بالنسبه لهذا اللونج دايركشن لأدي. بالشورت دايركشن بس الاوميجا ايش قد مالتنا؟ 107.25 نفس الحال، هذا هو الشورت دايركشن. ايضا هو شنو؟ مو بال يعني مو بال مو الطرف وانما هو انترنال وسطي، فالفاكتورات نفس هاي الفاكتورات. وبعدين هاي الفاكتورات جاي تتكرر يعني كل ما ازيد يعني عدد البانلات فتتكرر هاي الفاكتورات، يعني ماكو مشكله عندنا. المهم هو مو بالطرف وانما هو وسطي. فالمومنت السالب 1 على 11، الفاكتور مالته هذا 1 على 11، فاذا 1 على 11 في الاوميجا 107 هي عندنا 0.25 في عندنا الاس، طبعا هنا الاس اللي هي راح تكون شنو؟ كلير سبان، كلير سبان 5.7 تربيع يعطينا 316.78 كيلو نيوتن متر. وبالبوزيتيف 1 على 16 راح يكون 107.25 في 5.7 تربيع يساوي 217.8 كيلو نيوتن متر. يعني هنا العزم مقداره ايش قد؟ هذا البوزيتيف 217.8، وهنا بالاطراف راح يكون العزم مقداره 316.78. هسه الشير ان بيمز، هسه نحسب الشير، الشير على البيمز. حسبنا البيندنج مومنت على البيمز، شلون نحسب الشير؟ نحسب الشير باللونج دايركشن، ايضا راح نجي ناخذ على اللونج دايركشن. فايش قد الاوميجا باللونج دايركشن كشير؟ يعني احنا راح يكون الحمل على يمين، الحمل من السلاب على البيم باللونج دايركشن. شو يساوي لنا الاوميجا مالت اللي راح يصير؟ هي اوميجا التيميت في اس على 4 في 2 ناقص ان. طبعا اخذنا المعادله، احنا بنريد ننقل هذا السلاب فننقل اللود على اليمن على هذا اللونج دايركشن، فقلنا بهذا الشكل طبعا. فهذا اللونج دايركشن راح ينتقل للترابيزوديال. فالاوميجا في حاله الشير قلنا في حاله المومنت تختلف، فهذا في حاله الشير يعني ايش قد حمل النقل هنا من السلاب الى البي. فش راح يكون اوميجا التيميت اس على 4 في 2 ناقص ام. الام شو تساوي لنا؟ قلنا الام اللي هي
راح يكون هنا الشورت دايركشن على اللونج دايركشن اللي هي 0.833. فاذا الالتيميت مالتنا الاوميجا هي 25.36، الاس هي 6 على 4 في 2 ناقص 0.833 راح تعطينا 44.38 كيلو نيوتن لكل متر. فاذا هذا اللونج دايركشن ايش قد راح تكون الاوميجا مالته، اوميجا التيميت هي 44.38. طبعا ليش قلنا يعني هذه حتى تعطينا يعني هذا يو دي ال لللود بحيث يعطينا ماكسيموم شنو ماكسيموم شير مساء هناك للبندنج مومنت هو ايش قد راح نحولها الى اوميجا يو دي ال حتى تعطينا ماكسيموم مومنت. هسه هنا ليش فروم بوث سايد، فإذن هي continuous للسايدين، فإذن للسايدين راح أجي أضربها باثنين نفس الحالة اللي سويناها بالنسبة للبندنج مومنت. فإذن نضربها باثنين لأن both side فاثنين في 44.83 راح تكون 88.76 كيلو متر لكل متر. أيضا نضيف له self weight للبيم، إنه ما أضيفينه فقط للسلاب يعني نفس الحالة اللي استخدمناها سابقا، فهي مقدارها 6.05 كيلو متر لكل متر. فنجمعها راح يعطينا الاوميجا التيميت بالاتجاه الطويل اللي هو هذا راح نسميه بي، راح يكون 94.81 كيلو نيوتن لكل متر. الشير فورس ات سبورت، هسه ناخذ ايش قد الشير اد السبورت، هسه الاوميجا اد السبورت شلون نحسب اذا اد السبورت، يعني عندنا هذا بيم ونريد الشير عن هذا يو تي ال هنا ايش قد مقدار الشير نعم نفس مقدار الرياكشن هو راح يكون التيميت في الطول على 2 اوميجا التيميت في ال على 2 يساوي لنا 64.81 في 7.2 على 2 فيساوي 341.22 كيلو نيوتن. فاذا هاي 341.22 كيلو نيوتن هاي الفي التيميت يعني الشير هنا عند السبورت. اما بالشورت دايركشن يعني راح نشتغل نفس الحاله، فالأوميجا ألتيميت شو يساوي لنا بالشير فأوميجا ألتيميت على ال يعني بالشورت دايركشن هو أوميجا ألتيميت في الأس على 4 هنا في 2 ناقص أم هنا ما عندنا بعد في أس على 4 اشتقينا هاي المعادلة السابقة، فشو يساوي لنا 25.36 في 6 على 4 ويعطينا 38.04 كيلو نيوتن بكل متر. ايضا نفس الحاله عندنا ل بوث دايركشن يعني عندنا اتجاهين مو فقط اتجاه واحد، فشلون راح يكون عندنا راح نجي نضيف 6.05 وايضا العفو اتجاهين راح نجي نضربها في 2 فاذا 2 في 38.04 وايضا عندنا السيلف ويت لازم نجي نضيفه للجزء البيم اللي نازل من السلاب اللي هو 6.05 فايش قد يصير عندنا الاوميجا التيميت بالشورت دايركشن راح يصير مقداره 82.13 كيلو نيوتن لكل متر. الشير فورس اس سبورت فهي نفس المعادله من نفس الشير يعني الرياكشن هنا جاي نجي نحسبه هو الاوميجا التيميت في الطول على 2 الطول اللي هو اس على 2 فشي يساوي لنا 82.81 في 6 على 2 ويعطينا 246.4 كيلو نيوتن. الشير بالسلاب هسه راح يساوي لنا الفيو راح يساوي لنا الاوميجا التيميت في اس على 2 ويعطينا 25.36 في 6 على 2 ومقداره 76.08 كيلو نيوتن لكل متر. فاذا هذا الشير بالسلاب بقى هنا اشوف هنا الفي التيميت هذا قد السبورت هنا 6 فالكريتيكال سكشن طبعا الكريتيكال سكشن وين راح يصير؟ راح يصير هو على مسافة دي منين؟ من دي على 2 من الكولوم. شوف على مسافة الدي يعني هنا هذا مو الكريتيكال سكشن، الكريتيكال سكشن هو على مسافة الدي من العمود. اوكي يعني هنا هذا اخر شيء وحسبنا بالشير بالسلاب راح يساوي لنا هو 76.08 كيلو نيوتن لكل متر.